أبرز مستجدات الساعة السياسية في حصاد الليلة. أحييكم، أنا سعيد شبيب وزميلتي شيرين درويش. من الشرقية نيوز نحييكم مشاهدينا، ونبدأ حصاد الليلة بأبرز العناوين. لغاية هذه اللحظة كل الأسماء اللي صوت عليهم مجلس الوزراء لم تتدخل القوى السياسية. خلي خط جوا لغاية، خلي 10 خطوط. محمد الحلبوسي في متناول اليد، مناصب الوكالة أنهكت الدولة والفساد لن يقضى عليه إلا بمنظومة وبدعم من المرجعيات. المواطن ما له علاقة، يجب أن تتفق الحكومة ويعني تصل إلى اتفاق واضح وتطلع. أنا مستعد أن أمضي بهذا الأمر مع الأخ رئيس الوزراء ومع أيضا حكومة الإقليم ونعلن للناس. والحلبوسي يدعو لإبعاد المواطن عن الخلاف النفطي بين حكومتي بغداد وأربيل، ويؤكد تشريع قانون النفط والغاز أولوية بالمرحلة المقبلة. حشد الشبك ومناصروه يقطعون الطريق بين الموصل وأربيل ويعتدون على الجيش بعد تفعيل الأمر الديواني الخاص بسحب اللواء 30 من سهل نينوى. حادثة سجن القناة تتفاعل. محكمة التحقيق المركزية توقف 13 ضابطا ومنتسبا على خلفية هروب 14 مدانا من تجار المخدرات. هسه ما جاي نعرف احنا على مجلس الوزراء لو على النقل، ابو النقل يقول على الوزراء، الوزراء ما نعرف شيء من عنده. لن تحلق طائرة بمطار البصرة الدولي اذا استمر ظلم منتسبيه. احتجاج واعتصام وغضب ينذر باعلان العصيان. صوت رزعة قنبلة شديدة، مش عربيتين خبطوا في بعض أبدا، هي أكيد العربية دي كان فيها حاجة متلغمة ده أكيد. وفي هذه الليلة 19 قتيلا و30 جريحا في حادث معهد الأورام. والداخلية المصرية تؤكد سيارة محملة بمتفجرات وراء انفجار القاهرة. مساء الخير. كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بأن 5 نواب من بين 21 نائبا الذين طلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عنهم تقدموا شخصيا بطلبات لرفع الحصانة، وتمت بالفعل الموافقة برفع الحصانة خلال العطلة التشريعية من أجل أن يراجعوا مؤسسات القضاء. الحلبوسي أكد في حوار أجراه معه حسام الحاج ضمن برنامج في متناول اليد أن النواب الذين لم يتقدموا لحد الآن بطلبات لرفع الحصانة من بين 21 نائبا فإن الأمر سيطرح على البرلمان في فصله التشريعي المقبل لاتخاذ القرار المناسب. 21 نائب مو جميعهم متهمين بتهم فساد، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. في الدورة السابقة أتذكر أو أول ما سلمت رئيس مجلس النواب كان عدد المطلوب رفع الحصانة عنهم عن قضايا مختلفة، جزء منها تتعلق بالنزاهة، جزء آخر يتعلق يعني شكاوي طبيعية بحق النواب، لم يحسم هذا الملف. في هذه الدورة الآن عندي بالفصل هذا، يعني اليوم انتهى الفصل التشريعي. في استلام حضرتك لمجلس النواب كم كان الطلبة؟ كان على ما أذكر 42 واحد 42 لرفع الحصانة بعض نواب سابقين. نواف في الدورة السابقة. إيه في الدورة السابقة، وبالتالي ما عنده حصانة بإمكانه أنه يذهب إلى القضاء، بإمكان أيضا السلطة القضائية والسلطات التنفيذية متابعة هذا الملف. طيب. وفق الإجراءات والسياقات القانونية. الآن عندي 21 طلب رفع حصانة، 10 منهن تتعلق بتهم فساد، والأخريات تتعلق بالنشر وإلى آخره. أغلب الدعوات الدعاوي بالمناسبة تتعلق بجرائم النشر. اليوم مع انتهاء الفصل التشريعي يوم أمس، اليوم تقدم لي 5 نواب بطلب رفع الحصانة إضافي. لا 5 نواب من أصل العشرة هم طلبوا رفع الحصانة عن نفسهم لمراجعة القضاء والمؤسسات المعنية.
للملفات المعنيين هم بها. وافقت بها بموجب صلاحيات اللي يمنحها لي الدستور والنظام الداخلي برفع الحصانة خلال العطلة التشريعية. ممكن خلال هذا الشهر أي من يتقدم لي بطلب سوافق مباشرة على رفع الحصانة. وإذا ما قدم طلب يعني الأمر مطروح في رئاسة المجلس لعرض على مجلس النواب مع بدء الفصل التشريعي القادم أنه هل قد كان عندنا ملفات تتعلق برفع الحصانة، هل قد العدد اللي وافق اللي هم قدموا طلب برفع الحصانة المتبقي هذا العدد، إن كان هنالك متبقي ونعرض على مجلس النواب لاتخاذ القرار. لا. وشدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في حواره مع برنامج في متناول اليد، شدد على أن منظومة الفساد في العراق لا تحارب إلا بمنظومة، وأكد الحلبوسي أن الفساد لن يقضى عليه من دون منظومة متكاملة تتضامن معها جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني، داعيا المرجعيات الدينية في العراق إلى أن تأخذ دورها في دعم المؤسسات التي تحارب الفساد. الفساد منظومة، الفساد مو أفراد، الفساد مو أشخاص، الفساد ضارب مؤسسات كثيرة بالدولة العراقية. وكنا نتحدث عن الفساد، وبالمناسبة جزاني أقل واحد يتحدث بهذا الملف لسبب عندي إيمان مطلق وقناعة مطلقة المنظومة لا تحارب إلا بمنظومة. ليس بإمكان رئيس الوزراء الحالي القضاء على ملفات الفساد جميعها، ولا بإمكان رئيس مجلس النواب القضاء على كل ملفات الفساد، ولا بإمكان رئيس الجمهورية، ولا بإمكان السلطة القضائية، وأنا مسؤول عن كلامي. كأفراد، كأشخاص، كمنصب، إذا ما تصير منظومة متكاملة وتتضامن معهم الفعاليات الاجتماعية وتتضامن معهم الفعاليات السياسية وتتعامل معهم تتضامن معهم الفعاليات اللي تتعلق بمنظمات المجتمع المدني، وبصراحة وبوضوح المرجعيات الدينية، نحن أمام مسؤولية تاريخية. نحن وكل هذه الجهات اللي ذكرتها بما فيها المرجعيات الدينية والمرجعية الرشيدة بالنجف والمرجعيات سواء كانت شيعية أو سنية وحتى المكونات الأخرى يجب أن تتصدى لملف مكافحة الفساد. سعادة الرئيس، ما تعتقد أنه هاي المنظومات والفعاليات الاجتماعية مستعدة لمجابهة الفساد؟ المشكلة بالإرادة السياسية؟ الحديث كثير، الكل يتحدث، كلا يتحدث عن محاربة الفساد من موقعه. الحرب الفساد يجب أن تكون حرب منظمة ضد الفساد وضد المفسدين بالبلد. الفساد موجود اليوم، القاضي اللي موجود قبل كان يعاني من الإرهاب، الآن يعاني من الفساد والمفسدين. إذا يجي يريد يحكم شخص يعني كبير، إذا يريد يحكم ملف فساد، أول شغلة شي يسوي، شي يفكر، ممكن تطلع له ميليشيات، ممكن يطالوا الإرهاب أيضا، ممكن طال القوى السياسية، ممكن ما يظل مكانه. كل ذني أيضا عوامل ضغط على القاضي وعوامل ضغط على المحقق، هاي إذا وصلت للقاضي. إذا ماكو بيئة اجتماعية وإذا ماكو بيئة سياسية، وأكرر وأقول وأطالب من خلال قناتك، المرجعيات الدينية، المرجعية الدينية بالنجف الأشرف، المرجعيات الدينية السنية، المرجعيات للمكونات الأخرى، أن تقف وتحمي مؤسسات الدولة المعنية بحرب الفساد، يجب أن تكون منظومة. وحول ملف درجات الخاصة والمناصب بالوكالة، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن هذا الملف أنهك مؤسسات الدولة على مدى السنوات السابقة، ولابد أن يحسم قبل تاريخ 14 من تشرين الأول المقبل. الحلبوسي أكد لبرنامج في متناول اليد أن كل الأسماء التي صوت عليها مجلس الوزراء لغاية الآن لم تتدخل فيها القوى السياسية. الأسماء اللي قدمها رئيس الحكومة قدمها ومرت في مجلس النواب. الآن ننتظر من الحكومة إرسال مرشحيهم للهيئات المستقلة والمناصب والدرجات الخاصة التي تحتاج إلى تصويت في مجلس النواب. المفروض قبل 24/10 ينهى ملف إدارة الدولة بالوكالة. ما جزء من اللي أنهك الدولة في السنوات السابقة هو إدارة الدولة بالوكالة. اليوم المدير العام الفلاني، المدير العام الفلاني ما دام هو بالوكالة يظل أسير لسلطة من كلفه اللي هو الوزير، وممكن مكلف من مجلس الوزراء، في أي لحظة ممكن يرجعونه موظف عادي، ولكن لو مصوت عليه في مجلس الوزراء ما يقيله بس مجلس الوزراء، ويقدر يقول للوزير ويقدر يقول لأي جهة هذا الإجراء مو صحيح، فيما لو طلب من عنده إجراء مو صحيح. الوكيل الوزير يصوت عليه في مجلس النواب أيضا حتى تمنح قوة ويكون إلى رأي فني وإداري حسب وضعه في وزارته، يجب أن يكون محمي بموجب الدستور. الدستور ما يطبق بانتقائية،
فملف إدارة الدولة بالوكالة خطير. يعني على سبيل المثال هيئة النزاهة، دائما أنا أحكي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية هي السلطة الرقابية الأولى بالبلد، هاي السلطتين يعني، وترتبط بموجب الدستور في مجلس النواب. إحدى تفسيرات المحكمة الاتحادية السابقة قالت الارتباط لا يعني أنه هم من يقدمون المرشح، لازم الحكومة تقدم المرشح، وأيضا دخلنا في روت آخر ومسار آخر. عموما كيف يبقى رئيس ديوان الرقابة المالية وكيف يبقى رئيس هيئة النزاهة موكل بالوكالة من رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي في أي لحظة يتقاطع مع السلطة التنفيذية، ولا أعني هذه السلطة التنفيذية، يتقاطع مع السلطة التنفيذية بجرة قلم، هو ما محمي، يتحول إلى موظف، فبالتالي تكون إرادته مرهونة، يعني يكون وكيل للموكل لغاية هذه اللحظة. كل الأسماء اللي صوت عليهم مجلس الوزراء لم تتدخل القوى السياسية. خلي خط جوا لغايه، خلي 10 خطوط لغايه هذه، ما انا ما اقدر باكر شيء يصير. هل ينذر هذا الامر انه مستقبلا؟ لا مو انت تسالني، يعني انا شاهد عيان السياسية. انا شاهد عيان وانا داخل بهذه التفاهمات وسامع واراقب اداء الحكومه بهذا الملف. لغايه هذه اللحظه لم تتدخل القوى السياسيه باختيار المدراء العامين اللي تم التصويت عليهم في مجلس الوزراء. وأكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لبرنامج في متناول اليد أن الدورة البرلمانية الحالية تختلف عن سابقاتها في قضية قراءة القوانين وتشريعها، وقال إن رئاسة البرلمان عادت 100 ومشروع قانون إلى الحكومة لكي تحدد الأخيرة الأولوية في القوانين التي تؤيد تشريعها بما ينسجم مع المنهج الوزاري الذي أعده رئيس الوزراء. في هذه الدورة الانتخابية ممكن سوينا شيء في رئاسة المجلس يختلف عن الدورات السابقة. كانت الدورات السابقة تمضي بالقوانين المتراكمة موجودة لديها وتمضي بقراءتها. الآن أنا عندي يعني برنامج حكومي أو منهاج وزاري صوت عليه مجلس النواب، وبي تعديلات قوانين وبي معالجة تفاصيل كثيرة، ومطلع جنابك عليه هذا المنهاج الوزاري اللي على ضوء يتم قياس تقييم الحكومة وقياس مدى مستوى أدائها. كل القوانين اللي كانت موجودة عندي هي 101 قانون المحالة كمشاريع، كانت مشاريع قوانين موجودة في أدراج مجلس النواب للدورات السابقة. طيب 101 قانون شلتها للحكومة كلها، رزمتها وحولتها رجعتها للحكومة، قلت يا حكومة شوفوا لي شنو هذه القوانين، شنو اللي تأيدون المضي بي وشنو أولوياتكم، حتى على ضوءها أبدي أشرع بما ينسجم مع المنهاج الوزاري. يعني أنا أشرع قانون مثلا على سبيل المثال من الدورات السابقة ممكن يتقاطع ويا المنهاج الحكومي للسيد رئيس الوزراء، وأيضا أكو قوانين كانت موجودة عندنا في فترات أعتقد يحتاج مراجعة للقانون. مثلا على سبيل المثال أكو بعض القوانين شرعت في وقت انخفاض أو أرسلت للتشريع في وقت الأزمة الاقتصادية وكانت تتعامل مع الأزمة الاقتصادية، هل إحنا لازلنا بنفس الأزمة بانخفاض أسعار النفط في الدورة السابقة؟ أسعار النفط صعدت والحكومة تقيم هل هي محتاجة هذا القانون أو ما محتاجته على سبيل المثال للحصر. وأكو قوانين أيضا كانت موجودة عندنا في فترات سابقة، مو بس بالدورة السابقة، بالدورات الأسبق أيضا تنظر لها الحكومة. عمليا مضينا بالتشريع. هذا وداع الحلبوسي إلى إبعاد المواطن العراقي عن الخلاف النفطي القائم بين حكومتي بغداد وأربيل، مؤكدا بأن تشريع قانون النفط والغاز بات أولوية خلال المرحلة المقبلة. العقد اللي مضى به إقليم كردستان مع الشركات النفطية الأجنبية مضى بآلية عقود الشراكة، يعني اللي يستخرج إلى نسبة من النفط. هنا أنا يجي دور الحكومة الاتحادية بالتفاهم مع هل أتحمل ما صدر من حكومة الإقليم وأتحمل نفقات عقد الشراكة وأخذ النفط كله، وأنا أتحمل ويصير العقد اتحادي وأؤدي الالتزامات اللي على العقد، أو وهنا أنا إيش قد قيمة الشراكة أكثر أقل، أكو من يطرح أكو ديون، أكو نسب أيضا. لا هسا النسب هذا أكو عقد، العقد شريعة المتعاقدين، هل الحكومة تتقبل بالكامل؟ هل إقليم كردستان يتقبل بالكامل وأدفع له أو أستقطع منه حسب سعر النفط اللي موجود حسب موازنته؟ يجب أن نصل إلى هذه الرؤية، لازم أحد يتحمل حقول نفط الحقول اللي موجودة بالإقليم. لو يتحمل الإقليم وأحسب عليه وأنطيه المتبقي أو أستقطع منه فيما لو كان سعر النفط عالي، أو الحكومة الاتحادية تأخذ كل هذا النفط وتتحمل عقود الشراكة وتتحمل حصة الإقليم.
كمواطنين حالهم حال المواطنين الآخرين، أنه يبقى النفط هناك ونظل يوميا أنه يبقى النفط على حاله وتبقى وضع الموازنة على حالها، ويوميا ندخل بسجال أنه مرة قطع الرواتب عن الإقليم، مرة رجع الرواتب عن الإقليم، المواطن ما له علاقة. يجب أن تتفق الحكومتين ويعني تصل إلى اتفاق واضح وتطلع. أنا مستعد أنه أمضي بهذا الأمر مع الأخ رئيس الوزراء ومع أيضا حكومة الإقليم ونعلن للناس. للحديث في جملة المواضيع التي أثرها السيد محمد الحلبوسي ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية رئيس اللجنة المالية النيابية السيد هيثم الجبوري. سيد هيثم أهلا بك. ننوه مشاهدينا بأنه بالغد ستعرض شرقيا نيوز حوارا كاملا لرئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي بعد الساعة 8 بتوقيت بغداد. سيد هيثم، السيد محمد الحلبوسي أثار وتحدث في العديد من المواضيع من أهمها موضوع الفساد، وقال كما تعلم بأن الفساد يحتاج إلى منظومة. لو قرأنا الواقع الاقتصادي والمالي وأيضا السياسي والأمني والتدخل الحاصل واختلاط الحابل بالنابل، متى ستكون هذه المنظومة جاهزة وما الضامن ألا تخترق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قضية الفساد باتت المرض الأخطر حقيقة اللي يعاني من عنده المجتمع الآن، اللي هو استشرى في كل مؤسسات الدولة. وفعلا أنا أؤيد بأنه يحتاج إلى تكاتف الجميع، يعني السلطة النيابية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وأيضا نحتاج إلى مؤازرة المجتمع، يعني منظمات أو رجال دين وإعلام. أيضا الإعلام له دور كبير جدا حقيقة في محاربة الفساد. ولكن حقيقة يعني اليوم الدعوة رجال الدين أن يتدخلوا، أنا أعتقد الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن صار 1400 سنة واضحة بأنه قضية السرقة حرام وقضية الرشوة حرام، وما يحتاج اليوم أن يذكرنا رجل الدين بقدر ما نحتاج اليوم إلى تكاتف كبير من قبل المواطنين وتحديد بؤر الفساد وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة. اليوم هنالك جهات عديدة لدينا رقابية وتدعي أنها تحارب الفساد، ولكن عملها متناثر حقيقة. تحتاج هذه المنظومة مثل ما تفضل الأخ رئيس مجلس، المنظومة تحتاج إلى استراتيجية، تحتاج إلى تنسيق بالعمل حتى ما نضيع هذه الجهود الكبيرة اللي تبذل هنا وهناك. اليوم حتى المجلس الأعلى للفساد اللي شكل أو لجنة مكافحة الفساد، اللي حقيقة أنا شخصيا عندي ملاحظة عليها بأنه رئيس السلطة التنفيذية مع احترام وتقديري للسيد عادل عبد المهدي، ولكن أنا أتكلم عن السلطة كمنصب، ما يجوز اللي هو رئيس السلطة التنفيذية هو جزء من دائرة الجهات التي تراقبه أو هنالك جهات تراقبه، يكون هو رئيسا إلى مجلس الأعلى للفساد. يعني هذا واجب الجهات الرقابية، واجب الجهات التي ترتبط بالجهات الرقابية، هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية. أما حقيقة بأنه يأتي رئيس السلطة التنفيذية هو يترأس هذه السلطات الرقابية، وهذه السلطات الرقابية واجبها متابعة السلطات التنفيذية، هذا تداخل حقيقة كان المفروض ما نسمح به، هو مخالفة واضحة جدا ويحتاج إلى إعادة نظر حقيقة من الأخ رئيس مجلس الوزراء. ففعلا نحتاج إلى منظومة ونحتاج إلى تكاتف ونحتاج إلى تنسيق، ولكن ليس معنى التنسيق هو تداخل بالعمل أو أخذ الصلاحيات أو سلب الصلاحيات من بعض الجهات الرقابية. نعم. طيب سيد هيثم، يعني أيضا من باب سد ذرائع الفساد، أنت تعلم كم يعني كان هناك جدل وخلاف حول المناصب بالوكالة وكم هو موضوع معقد. المناصب بالوكالة كما قال الحلبوسي أنها تنهك مؤسسات الدولة والدولة، وكان يعني من المفترض أن يحسم الموضوع وتم تمديده حتى 24 أكتوبر. هل هذه المدة كافية التي ألزمت الحكومة نفسها بها؟ وإذا يعني لم يتم حسم الموضوع، ما الخيارات الموجودة أمام الحكومة؟ يعني ابتداء أنا صحيح أيدت كرئيس لجنة مالية وأمثل اللجنة المالية في داخل مجلس النواب على أنه نؤجل النظر في موضوع الهيئات والوكالات من 30/6 إلى 24/10، ولكن حقيقة أنا شخصيا كنت ضد أنه نعطي للحكومة فرصة ثانية، لأن هذه الفرصة معناها أيضا زيادة بعملية الترهل وزيادة بعملية التدخل من قبل بعض الشخصيات أو من قبل بعض الأحزاب.
يعني فرصة أعطينا كبيرة، احنا قررنا الموازنة بشهر الواحد لـ 30/6، ستة أشهر مع الأسف الحكومة ما قدرت تحسم ولو جزء بسيط على أقل تقدير من هذا الملف الكبير، على أقل تقدير حتى يكون عندنا أمل بأن يوم 24/10 راح يكملون المتبقي. 30/6 لم تحسم أي هيئة ولم تحسم أي وكالة، وحتى المدراء العامين اللي هي صلاحية مجلس الوزراء ما حسم منها لا يتجاوز 10% من مجموع المدراء العامين في الدولة. فكيف يعني شهرين باقية ممكن أن يسيطرون على هذه الأعداد الكبيرة اللي تصل حقيقة أكثر من 4000 درجة وظيفية بين مدير عام وبين وكيل وزير وبين قائد فرقة وبين رئيس جامعة وبين سفير، وهي كلها تحتاج إلى تصويت مجلس النواب. وحقيقة أيضا كنا داعين على أنه يجب أن يتشكل مجلس الخدمة الاتحادي قبل أن ندخل إلى الوظائف الأخرى، لأنه أساس تحديد المعايير وأساس اختيار الشخصيات المؤهلة لشغل مناصب الوكلاء أو المستشارين أو المدراء العامين هي مسؤولية مجلس الخدمة الاتحادي اللي يقر قانونه قبل أكثر من 10 سنوات، وللأسف لحد الآن لم تنجح الحكومات المتعاقبة بتسمية هؤلاء اللي هم 9 أشخاص فقط، 9 أشخاص مستقلين لحد الآن عاجزين على تسميتهم من قبل الحكومة. فكيف يستطيعون أن يسمون أكثر من 4000 شخص وهنالك تدخلات حزبية وهنالك تدخلات شخصية؟ طيب انطلاقا من ما تذكر، ما الحصانة التي من الممكن أن يتمتع بها هذا المجلس، مجلس الخدمة الاتحادي، في ظل ما تذكر هذا التصارع من قبل الكتل السياسية؟ سؤال آخر، لو تعدينا هذه المهلة الممنوحة للحكومة، هل الآن نتحدث عن عملية فراغ في هذه المناصب أم ماذا؟ طبعا مجلس الخدمة تعرف جنابك هو شرط من شروطه أن يكون شخص مستقل، وإلا إذا رجعناه تقاسم حزبي ما سوينا شيء، يعني بدلنا الطاس بالحمام بس لا أكثر ولا أقل. أما حقيقة أنه هؤلاء الوكلاء إذا بعد 24/10 لم نستطع تسميتهم والتصويت عليهم، فبقائهم حقيقة بإشكال قانوني، لا يستطيعون أن يوقعوا على كتب ولا يستطيعون أن يتخذوا قرارات، خاصة ما يتعلق بقضايا الجنبة المالية اللي راح يصير بها مسؤولية كبيرة عليهم حقيقة. أنا وين المشكلة إذا حددها اللي هو فعلا إنهاك للدولة، حالة الاستقرار الوظيفي اللي دا يتمتع بها الرجل اللي مكلف بالأصالة سواء وكيل أو مستشار عنده حصانة تحميه وتحافظ على موقعه عندما يتخذ القرار المناسب أو يحدد مخالفة عند الوزير أو لا يقبل تطبيق قضية خاطئة. أما اليوم من ينصب بالوكالة موقعه مهدد بأنه ممكن أن يطلع الوزير بأي لحظة من اللحظات، وحقيقة أنا أعرف يعني وخلال لقاءاتنا ومقابلاتنا هنالك عشرات من المدراء العامين بمجرد أن رفض عقد معين فارض الوزير أو فارض مكتب الوزير أو تصدى لقضية خاطئة في تلك الوزارة مباشرة تم إعفاء من هذا المنصب وتكليف شخص آخر، وهذا حقيقة أيضا مشكلة أخرى. المشكلة أيضا اللي أريد أذكرها بأن قضية تسمية المدراء العامين والوكلاء من قبل الوزراء من غير أن تكون هنالك لجان لأن تفحص هذه الأسماء وأن تتأكد من أن هذه الأسماء هي مؤهلة لقيادة مؤسسات الدولة أيضا خطأ كبير، باعتبار الوزير اليوم مع الأسف يأتي بالشخصية الضعيفة التي تتقبل منه أي توجيه أو يأتي بشخصية تنسجم مع توجهاته أو توجهات حزبه، وهذا حقيقة شيء خاطئ بأن الوزير يتحكم بالوزارة، وهؤلاء الذين سيثبتون اليوم ما راح يقدر الوزير القادم يغيرهم بسهولة لأن راح يكونون بالأصالة وبالتالي سيكونون تابعين لحزب الوزير الحالي أو لشخصية الوزير الحالي، وهذا يراد لأن تشكل لجان لمتابعة ومراقبة الأسماء التي ترفع من قبل الوزراء للتأكد من سلامة موقفهم ونزاهتهم وعدم انتمائهم للحزب اللي يريد الوزير. طيب يلا نقدر ذيك الساعة نقدر نصوت عليهم في داخل مجلس النواب. طيب أيضا أحد المواضيع التي ناقشها الحلبوسي مشروع قانون النفط والغاز، وأنت تعلم هو موضوع يتجدد فيه الخلاف في كل عام بين المركز والإقليم. هل يمكن الدفع بتشريع قانون النفط والغاز لبيان وحل هذه المسألة العالقة من سنة إلى أخرى؟ سيدتي العزيزة، حقيقة قانون النفط والغاز هو الحل الأمثل، لأنه قانون الموازنة قانون سنوي
عادة يبدأ من 1/1 وينتهي 31/12، وكل الأحكام المتعلقة بهذا القانون تنتهي بنهاية السنة المالية. لذلك كل سنة موازنة نحن ندخل بجدل عميق مع الإقليم ومع حكومة الإقليم ومع الأخوة ممثلي الإقليم في داخل مجلس النواب على الصيغة التي نتوافق عليها بدفع مستحقات الإقليم أو دفع ما على الإقليم للحكومة المركزية، فكل سنة يتجدد. الحل الوحيد بأن يكون هنالك قانون للنفط والغاز، وهو موجود، هنالك مشروع قانون وصل من الحكومة السابقة سنة 2008 أو 2007 وعلى أساس يقرأ في الدورة الثانية، مع الأسف أتت نسخة أخرى مصححة من القائمة العراقية آنذاك، هي نسخة يعني مقترح قانون، وأيضا هنالك لجنة قدمت مقترح قانون، فصار عندنا 3 نسخ للقانون نفسه. اليوم يحتاج أولا أن يكون هنالك اجتماع بالرئاسات الثلاث واللجان المختصة حتى نعتمد أيهما من هؤلاء الثلاثة. منو نحتاج نعتمده؟ اللي جاي من الحكومة المقترح أو اللي موجود باللجنة؟ ذيك الساعة يلا نقدر، احنا لحد الآن ما متفقين على مسودة القانون. إذا اتفقنا على مسودة القانون أنا أعتقد عملية تشريعه عملية ضرورية وملحة اليوم، لأنه هو الحل الوحيد، هو يرسم ما هي صلاحيات الحكومة الاتحادية، ما هي صلاحيات الإقليم، كيف توزع ثروات الشعب، من يدير هذه الثروات، ما هي حصة خزينة الدولة، وبالتالي نخلص من قضية الموازنة كل سنة تنعاد المشاكل وتكال الاتهامات لفلان وفلان، وهذا حقيقة ما راح يوصلنا إلى نتيجة، واللي جاي يدفع ثمنه يدفع ثمنه المواطن سواء في البصرة أو في سليمانية أو في بغداد بسبب عدم حل مشكلة قانون النفط والغاز اللي صار له موجود في داخل مجلس النواب أكثر من 12 سنة. طيب، يعني مشروع قانون سيد هيثم من عام 2007-2008 يجب أن تصحح نسخته، لماذا تقول للأسف؟ هل تسمعني سيد هيثم؟ نعم نعم أسمعك أسمعك. أنا ما عندي مشكلة اليوم عفوا بقضية الصيغة بقدر ما دا أتكلم عن الإرادة الحقيقية بتشريع هذا القانون. هذا القانون مثل ما تفضل الآن سيد رئيس مجلس النواب سمعت جزء من حديثه، هو من ضمن القوانين التي أعيدت للحكومة حتى الحكومة تشوف صيغتها، يا أما تعتمدها كما هي أو تغير عليها وفق ما وصلنا إليه اليوم من 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 لا مركزية، من تفاصيل معينة باتفاقات سياسية بين حكومة المركز والحكومة حكومة الإقليم. أنا اليوم دا أتكلم عن المبدأ. عندما قانون يتأخر بهذه الأهمية لثلاثة دورات متتالية معناها ليس هنالك إرادة سياسية حقيقية بتشريعه. إحنا ليش ما نجي نحدد الجرح ونخلي إيدنا على الجرح مباشرة؟ جاي نروح نرقع بقانون الموازنة والرقع باتفاق سياسي والرقع باتفاق ثانوي معلن وغير معلن، وهذا ما راح يوصلنا إلى نتيجة. فأنا أقول من حيث المبدأ خلي تكون عندنا إرادة حقيقية لتشريع هذا القانون، بعد ذلك نتفق على صيغته، نعتمد المشروع، نعتمد المقترح، غير الحكومة. الحكومة ما عاد على أنه بأسبوعين ثلاثة ممكن أن تجري تغييرات على أصل القانون القديم مدزئنا. رئيس اللجنة المالية النيابية سيد هيثم الجبوري، شكرا جزيلا لك. الشبك ومناصروه يقطعون الطريق بين الموصل وأربيل ويعتدون على الجيش بعد تفعيل الأمر الديواني الخاص بسحب اللواء 30 من سهل نينا. حادثة سجن القناة، تتفاعل محكمة التحقيق المركزية، توقف 13 ضابطا ومنتسبا على خلفية هروب 14 مدانا من تجار المخدرات. أفادت مصادر أمنية في بغداد ونينوى بأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعاد تفعيل أمره الديواني بانسحاب اللواء 30 التابع لحشد الشبك من مواقعه في سهل نينوى جنوبي الموصل، وتسليم هذه المواقع إلى الجيش العراقي
حصرا. وذكرت المصادر أن عبد المهدي أوعز في الساعات الماضية إلى لواء 30 التابع لحشد الشبك بقيادة وعد قدو بإخلاء السيطرات الأمنية التي ينتشر فيها، غير أن أشخاصا بزي مدني وأصحاب نفوذ في المنطقة رفضوا تنفيذ الأمر وأحرقوا الحواجز الأمنية وقطعوا الطريق بين الموصل وأربيل. ويعد قائد اللواء 30 لحشد الشبك وعد قدو واحدا من 4 سياسيين عراقيين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي عقوبات بتهم فساد وانتهاك حقوق الإنسان. هذا واعتدى متظاهرون من أنصار حشد الشبك على الفرقة 16 في الجيش العراقي بالحجارة والمعادن الحديدية عند سيطرة كوخجلي الواقع شرقي مدينة الموصل. وأكدت مصادر من بغداد أن مسؤولين أمنيين وعسكريين حضروا إلى سهل نينا وجنوبي الموصل للإشراف على تنفيذ الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقالت المصادر أن مسؤولين أرسلهم مكتب القائد العام للقوات المسلحة حضروا من أجل منع عناصر اللواء 30 لحشد الشبك من غلق الطريق بين الموصل وأربيل وبهدف الإشراف على سحب اللواء بالكامل من مناطق سهل نينوى. هذا وتمر إدارة محافظة نينوى بحالة من التخبط والضياع بعد التمرد الذي قام به منذ الصباح عناصر ترتدي زيا مدني، حيث هاجموا مفارس السيطرة الأمنية وأحرقوا موجودات حواجزها. وصف سكان محليون الفاعلين بأنهم أصحاب نفوذ قوي في المنطقة في وقت أصيبت فيه إدارة محافظة نينوى بالشلل والعجز الكامل إزاء انفلات الوضع وخروجه عن سياقات الإجراءات القانونية والسلمية والشرعية. من جهتهم قال مراسلون محليون إن التمرد حصل بعدما شدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قراره السابق الذي تعطل تنفيذه بحل لواء 30 الذي يضم الحشد الشبكي. وحذر خبراء قانونيون من عواقب عصيان أي جهة تندرج تحت مظلة القوات العسكرية العراقية للأوامر التي يصدرها القائد العام أو الأعلى للقوات المسلحة وفي مقدمتها الأمر الديواني. وتشير المادة 29 ثانيا من قانون العقوبات العسكرية لعام 2007 أن عقوبة من يبث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية لإثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة هي الإعدام رميا بالرصاص. كما تنص المادة 42 ثانيا من القانون ذاته إلى عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات إذا امتنع أي منتسب أمني عن تنفيذ أمر يتعلق بتأدية واجباته عمدا أو امتنع عن إطاعة الأمر أو أصر على عدم الإطاعة رغم تكرار الأمر الصادر إليه. ولتوضيح مشاهدينا التبعات القانونية لما جرى سينضم إلينا عبر الهاتف الخبير القانوني السيد طارق حرب. أهلا بك سيد طارق، يعني كانت هذه الحالة اليوم خارج السياقات القانونية والتشريعية، تمرد على أمر ديواني، ما هي عواقب ما جرى؟
شكرا لك وشكرا لمشاهديك الكرماء الأشقياء. سيدتي الكريمة، إذا كان الموضوع قد صدر، يعني عدم التنفيذ، عدم الإطاعة، التمرد، العصيان، صدر من عسكريين أو من قوى أمن داخلي شرطة، فإن هنالك قانونان يطبقان. الأول قانون العقوبات العسكرية اللي أشرتم لي، وثاني قانون العقوبات قوى الأمن الداخلي الذي تكون أحكامه متماثلة مع أحكام قانون العقوبات العسكرية. وقانون العقوبات العسكرية تدرج في العقوبة على مثل هذه الأفعال، أي عدم تنفيذ الأوامر، عدم الإطاعة، العصيان، التمرد، حسب أولا الأمر الصادر. هناك فرق بين أمر صادر من أمر فصيل وأمر صادر من قائد القوات المسلحة. هناك فرق بين أمر صادر لأغراض معينة وأمر صادر لأغراض أخرى، يعني مجمل الظروف التي تحيط بهذا الأمر بقدرته، كما أخذ القانون ليس بها، وأخذ بما يترتب على ذلك. فمثلا أن كل عدم تنفيذ يترتب عليه إضرار بالنفس، خطر على النفس أو الإضرار بالأموال، تكون عقوبته شديدة. وعقوبة الأربع سنوات التي فضلتم بها الوردة في قانون العقوبات العسكري هي الحد الأدنى، يعني البداية العقوبات اللي يمكن أن تصل إلى عقوبة سلب الحياة أو إلى السجن المؤبد أو إلى السجن 10 سنوات، طالما أن الامتناع عن تنفيذ الأمر، عدم الصدع للأمر، يرتب أضرار معينة، كما يحصل مثلا حرق أمور معينة، ترتيب أمور معينة، لا سيما وأن التأكيد على إصدار الأمر من قبل دولة رئيس الوزراء رتب يعني التزاما آخر بذمة الممتنعين. فهذه النصوص القانونية، هذه الأحكام، هذه القواعد واجبة التنفيذ على هذه الحالة، ولا مجال إطلاقا للعفو عنها أو البراءة منها، لأن المسألة كما يقول ثبتت عيانيا بالأفلام والمشاهدات التي نقلت. يمكن أن يكون البعض لا نية سيئة لهم، لكن قد يؤخذ البعض بالنية السيئة، وقد يكون الأمر لأغراض معينة يقدرها دولة رئيس الوزراء سوى لا يقدرها. فطالما الأمر أصدره رئيس الوزراء، على الجميع الصدع له والالتزام به وتنفيذه. طيب متى يتخذ القرار بالسجن بحده الأدنى؟ يعني نتيجة عدم الانصياع مباشرة، أم هناك تحذير آخر من قبل القوات الأمنية أو مذكرة ربما تأتي من قبل أيضا القوات الأمنية؟ وفي شخص سؤالي الآخر، يعني من خرج اليوم وقام بعمليات الحرق وتخريب الموجودات والاعتداء على القوات الأمنية والتظاهر وقطع الطريق، لبسوا الزي المدني، كيف يتعاطى معه القانون؟ شكرا لك. الذي حصل والذي نقل، تفضل سيد طارق. سيد طارق هل تسمعنا؟ يعني يبدو بأننا فقدنا الاتصال بالخبير القانوني السيد طارق حرب، شكرا جزيلا لك. هذا وناقش برنامج منشط أحمر مدى التزام بعض فصائل الحشد بتنفيذ الأمر الديواني والانسحاب من سهل نينوى وجدية تلك الفصائل التي تملك بعضها امتدادات خارجية في تطبيق الأمر الديواني. وتبينت وجهات النظر حول ضرورة تنفيذ الأوامر العسكرية للقائد العام للقوات المسلحة أمام الاتهامات باستغلال الملف لأغراض سياسية. حدث أنا أراه حدثا يعني شاب الوضع الأمني تحديدا. الآن هو أشبه بالتمرد وهو حدث، وكذلك عصيان مدني بتأثير من قبل اللواء 30. هناك عصيان مدني داخل المناطق المسيحية وتحديدا في منطقة سهل نينوى، بغلق كثير من المتاجر والمحلات وإخراج الأهالي لقيام بتظاهرات لدعم قرار بقاء هذا الحشد. النقطة الثانية أيضا غلق السيطرات
بقوة اللواء 30 وقطع تواصل مدينة الموصل والمحافظة مع ثلاثة محافظات شمالية هي ترتبط بأقليم كردستان. وبالتالي ما حدث الآن من تعرض إلى القطاعات العسكرية، يعني عندما يقوم قائد الفرقة 16 وقائد العمليات بزيارة مناطق التوتر ويكون من تعرض عليهم ورميهم بالحجارة، أليس هذا استهداف القوات الأمنية والعسكرية؟ أليس هذا خروجا عن طبيعة العلاقة التي تربط هذه الفصائل أو هذه الحشود مع القوات الأمنية العراقية؟ الموضوع لا يوجد تمرد ولا دخل للواء 30 في اعتصامات هذا اليوم، وأنا كنت موجود من الصباح الباكر، تظاهرات عفوية وردود فعل طبيعية من قبل الجماهير تريد أن تعيش بأمن واستقرار. يعني انا مستغرب بصراحه من هذا الطرح، وانا يعني وهذا هو الاستهداف بعينه. اولا اللواء 30 ليس حشد شبكي فقط، هو يعني هو التحرير. اللواء 30 يتمثل فيه الاخوه التركمان والاخوه الكاكيه والاخوه العرب من ابناء سهل نينوى موجودين في اللواء. ليس اللواء شبك، اللواء 30 مرتبط مع مثل القائد العام اليوم. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا أيضا عبر الأقمار الصناعية السيد سالم شبك، النائب السابق عن شبك. سيد سالم أهلا بك. كما تعلم بأن ما حصل هي ليست مجرد تظاهرات عادية، هذا تمرد على القوات الأمنية، ما هو ردك وما تأثير ذلك على الأوضاع في نينوى؟ شكرا طبعا لقناة الشرقية ومتابعي قناة الشرقية. حقيقة طبعا أنا جدا متأسف لما حدث اليوم من هذه طبعا التظاهرات. نحن مع طبعا التظاهرات السلمية، وطبعا المظاهرات يجب أن تكون بصيغة حضارية مرتبة وحسب طبعا الدستور العراقي بأن للشعب حق التظاهر، ولكن بحسب الدستور بأخذ الموافقات الرسمية ومن ثم ذلك تعيين المكان والزمان وليس بقطع الطرق. أنا طبعا أحمل هذه المسؤولية كاملة، مسؤولية طبعا قطع الطرق وكذلك أيضا التعدي على القوات الأمنية الأخرى، أحمل طبعا قيادة لواء 30 وليس طبعا كل منتسبي لواء 30. طبعا قيادة لواء 30 هو الذي يتحمل مسؤولية كل هذه الخروقات الذي حصل، وهذه طبعا الأعمال طبعا الذي حصل أيضا في سهل نينوى من قطع الطرق، وكذلك أيضا التعدي على بعض الناس الفقراء طبعا، وطبعا قطع الطرق بين المحافظات الثلاثة في أقليم كردستان وكذلك أيضا محافظة نينوى وشل حركة المرور بشكل تام. فأنا أعتقد هذا خرق كبير جدا لهذه، يجب اليوم حقيقة اللواء 30 يطبق ما ورد في طبعا الأمر الديواني المرقم 237 في 1/7/2019. هذا الأمر حقيقة واجب التطبيق، لأن نحن نرى بأن ونسمع بأن كل الفصائل الحشد الشعبي، ونحن طبعا نحترم فصائل الحشد الشعبي، كل فصائل الحشد الشعبي مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة برئيس الوزراء. واليوم الغريب بأن قيادة لواء 30 لا يطبقون ولا يأخذون أوامر من السيد رئيس الوزراء ويتمردون على قرار أو أمر الديواني للسيد رئيس الوزراء. هذا مؤشر خطير جدا، يجب أن نقف ضد هذا التحرك. وأنا أقول بأن الشبك ناس مسالمين، ناس يحبون العيش بسلام بمحبة مع جيرانهم المسيحيين والكاكائية والعرب والكرد، ولكن يؤسفني جدا ما حدث اليوم. هل لديكم أي معلومات عن يعني الأشخاص الذين قاموا بالتحريض لهذا الانفلات الأمني الذي حصل اليوم؟ وتضاربت المعلومات، هناك أيضا أحاديث عن اتهامات باستغلال ما جرى يعني لأغراض سياسية، فهل لديكم أي معلومات؟ حقيقة أنا أذكر طبعا بكل شفافية، أنا أحمل كما ذكرت قيادات الحشد الشعبي ما جرى اليوم وما يجري طبعا في المستقبل من كوارث في سهل نينوى، لأن هؤلاء لا يحترمون قرارات ومجلس الوزراء. فأنا أعتقد بأن هذا مؤشر خطير، وأنا أشير طبعا بالاسم السيد وعد القدو، هو المسبب الحقيقي والمحرك الحقيقي لهذه المشاكل التي تحدث في سهل نينوى،
لبقائه في سهل نينوى، لأخذ الأتاوات من السيطرات، وكذلك للسيطرة على هذه المنطقة، وطبعا سرقة أموال الناس. وأنا يؤسفني جدا أن أقول، ولكن هذه حقائق دامغة جدا جدا، ولدينا الأدلة القاطعة. ما يقوم به وعد القدو الذي طبعا حقيقة دائما يكون بالواجهة لخلق المشاكل في سهل نينوى لأسباب سياسية وأسباب اقتصادية مرتبطة بشخصه للاستفادة المادية. هذا مؤشر خطير. ونحن في مناسبات سابقة طلبنا من هيئة الحشد الشعبي، وكتبنا إلى دولة رئيس الوزراء، وكتبنا إلى الجهات المعنية، وناقشنا مع الجهات المعنية ومع المرجعية الرشيدة، أرسلنا كتب إلى المرجعية الرشيدة بإبعاد الفاسدين من صفوف الحشد الشعبي. وهؤلاء الفاسدين الذين هم شوهوا اسم الحشد الشعبي حقيقة في محافظة نينوى، وطبعا بتصرفاتهم الخاطئة حقيقة اليوم نحن أمام مشكلة كبيرة. وأنا أعتقد بأن على القائد العام للقوات المسلحة التحرك بسرعة لإنقاذ مدينة الموصل وإنقاذ سهل نينوى من هذه المشاكل، وإبعاد هذه القيادات بأسرع وقت ممكن من قيادة الحشد. وكذلك أيضا حقيقة القائد العام كان طبعا نظرته صائبة جدا بتسليم أو باستلام السيطرات من قبل الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية. فأنا أعتقد هذا هو القرار الصائب لكي تكون طبعا المنطقة بأمان والكل يعيش بأمان. طيب حقيقة سيد سالم، أنا أذكر موضوع آخر بأن هؤلاء الآراء والتصريحات التي تدلي بها تخص يعني شخصك الكريم والشرقية لا تتبنى جملة المواقف التي تأتي في الحوارات، وأن حق الرد مكفول لكل من يرد اسمه في هذا الحوار وفي غير الحوارات. عموما، كيف تحتوى المشكلة من وجهة نظرك، وكيف تطور الأمر حتى وصل إلى هنا، وأنت على ما يبدو يعني تخبئ أو تعرف العديد من القصص السابقة؟ شكرا. بالحقيقة يجب أن أذكر ببعض التفاصيل إن كان الوقت لدينا، بأن طبعا هناك طبعا مجموعة دائما تدير هذه المشاكل لأسباب سياسية ولأسباب طبعا لقضايا انتخابية صرفة للوصول طبعا إلى والحصول على المقاعد في مجلس محافظة نينوى وكذلك في مجلس النواب العراقي. وهذه مسألة مهمة جدا، حيث يمنعون الجهات السياسية من الدخول إلى سهل نينوى ومن المشاركة الفعلية. وهذه الجهات وهذه الأحزاب أحزاب وطنية وأحزاب مشاركة في العملية السياسية، ولكن هؤلاء يمنعون هذه الأحزاب حقيقة في الدخول إلى سهل نينوى، وهذا يولد مشاكل كثيرة جدا جدا. وأنا طبعا إن سمح لي الوقت، بأن هناك الكثير من المواقف الصعبة، حيث كان قيادة لواء 30 يتدخل في هذه المواقف ويخلق مشاكل كثيرة مع الأقليم ومع داخل مدينة الموصل. أي أقول بصراحة مع الإخوة العرب ومع طبعا الإخوة الكرد، يخلق مشاكل دائما مع كل الجهات ومع الإخوة المسيحيين ومع الإخوة اليزيدية. قيادة الحشد الشعبي في نينوى، قيادة سهل، قيادة لواء 30، قيادة حقيقة تبنت الروح الطائفي في التعامل مع الوضع في نينوى، وكان هناك اعتداءات كثيرة على مكونات سهل نينوى من قبل هذه القيادة وتوجيه طبعا اللواء. أنا لا أتهم اللواء 30 الكل، فهناك ناس فقراء يعملون في هذا اللواء من أجل لقمة العيش ومن أجل حقيقة التواصل للحفاظ على أمن سهل نينوى. ولكن الأسف ثم هؤلاء القيادات فشلت فشلا ذريعا في إدارة طبعا هذه الملفات في سهل نينوى، وخلقت مشاكل كثيرة. هذه المشاكل يجب حلها أولا من خلال دولة رئيس الوزراء. يجب تطبيق الأمر الديواني كما أشرت 237 في 1/7/2019. هذا الأمر مهم جدا. نعم. في حالة عدم تطبيق الأمر الديواني، أنا أرى بأنه سوف تكون هناك خروقات كثيرة وتمردات كثيرة على دولة رئيس الوزراء، وهذا ما نخاف منه ومن العملية السياسية برمتها. في حالة عدم تطبيق القرار، في حالة عدم تطبيق الأمر الديواني، أنا
أرى بأن العراق يتجه نحو كارثة كبيرة ونحو المجهول. فأنا حقيقة أحذر الجهات السياسية وأقول لهم بأن يجب أن تطبق جميع القرارات الصادرة من قبل دولة رئيس الوزراء وتحترم هذه القرارات لمصلحة الشعب العراقي جميعا ولمصلحة شعب نينوى وأهل نينوى. فأنا أعتقد بأن السيد سالم شبك النائب السابق عن الشبكة، شكرا جزيلا لك. مرة جديدة ننوه بأن حق الرد مكفول لكل من ورد اسمه في هذا الحوار. لغاية هذه اللحظة كل الأسماء اللي صوت عليهم مجلس الوزراء لم تتدخل القوى السياسية. خلي خط جوال لغاية خلي 10 خطوط. محمد الحلبوسي في متناول اليد، مناصب الوكالة أنهكت الدولة والفساد لن يقضى عليه إلا بمنظومة وبدعم من المرجعية. حادثة سجن القناة تتفاعل، محكمة التحقيق المركزية توقف 13 ضابطا ومنتسبا على خلفية هروب 14 مدانا من تجار المخدرات. احتضن البرلمان العراقي برعاية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي احتفالا هو الأول من نوعه لطلبة المتفوقين من المحافظات كافة في أجواء خاصة تحت قبة البرلمان. وتضمن الحفل تكريم الطلبة الأوائل بحضور ذويهم وعددا من النواب والمسؤولين في وزارتي التربية والتعليم. وأكد الحلبوسي خلال الحفل أن الظروف التي يمر بها البلد صعبة من كل النواحي، وفي مقدمتها الحرب ضد الإرهاب والنقص في تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن ما تحقق يعد إنجازا مهما يوحي بأن العراق يتقدم وأنه يملك عقولا وإنجازات كبيرة. وصل النائب عن صلاح الدين مثنى عبد الصمد السمرائي متابعة المشاريع المتعثرة في المحافظة، والتقى صباح الاثنين العاملين في مشاريع قضاء الشرقات واستمع إلى شكاوى المواطنين من عدم اكتمال الجسر الموجود في القضاء بالرغم من مرور وقت طويل على البدء بإنشائه. المزيد في تقرير مفادنا للشرقات. هناك مشروع لصندوق اعمار المحافظات، وهذا الجسر صار له تقريبا اكثر من سنتين على هذا الوضع. هو مناط لهذه الشركه لانجاز هذا الجسر. اليوم انت حتى تقدر توصل بين الساحل الايمن والايسر في منطقه الشرقات احنا حاليا لازم ترجع انت، واحنا اليوم في 5/8/2019 لازم تركب هاي الدبوه العباره والعالم واقفه سره حتى تعبر، واكو معاناه للناس في معيشتهم لأكثر من 3 سنوات. أعتقد هذا المجسر والجسر إذا يأخذ الشركة وكل إنسان حريص على وطنه وأهله يمكن هذا الجسر ما يطول شهر حتى يخلص هذا المجسر. هل من المنطق والمعقول هذا يحدث في وقتنا؟ وين الجهات الرقابية؟ وين الأطراف المنفذة لهذا الموضوع؟ دوري كنائب لن أبقى صامتا على ما يحدث في محافظتي، وسوف أسعى جاهدا للتحقيق في هذه الأشياء. أتمنى من الحكومة المركزية أن يكون لها دور في متابعة صندوق الإعمار أو المحافظات في المشاريع التي تناط لها. مع الأسف هذا واقع الحال المرير اللي يعانون من عند الناس بهذه الطريقة، رغم مبالغ المخصصة الموجودة للمحافظات تكفي، وهناك مبالغ تصرف باستمرار لهذه المحافظات. مع الأسف لما يحدث من صندوق الإعمار أو من المحافظات. وجهت رئاسة مجلس النواب العراقي خطابا لرئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عادل عبد المهدي، يطالبه بسحب يد مدير عام شركة نفط البصرة بالوكالة من منصبه. وجاء في الخطاب الموقع من قبل نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن بقاء مدير عام شركة النفط بالوكالة في منصبه
يضر بالمصلحة العامة ويؤثر سلبا على سير التحقيق في القضايا الخاصة بالنزاهة والفساد المالي والإداري وحرفها عن مسارها المطلوب في حفظ المال العام ومحاسبة المفسدين. من هذا الحصاد قدم القيادي في تيار الحكمة عبد الحسين عبطان استقالته رسميا لرئيس التيار عمار الحكيم. وقالت مصادر في التيار إن الحكيم وافق على استقالة عبطان الذي أكد عدم نيته الانضمام والعمل مع أي حزب أو تيار سياسي آخر، وإن استقالته جاءت بسبب ضغوط من أطراف متعددة من دون أن تكشف المصادر ذاتها الأطراف الضاغطة، في حين قال عبطان في بيان لاحق إنه قرر الابتعاد عن السياسة في الوقت الحاضر لعدم قناعته بمخرجات الحراك السياسي الحالي. وتأتي هذه التطورات بعد أن كان عبطان يأمل في الحصول على منصب أمين بغداد قبل أن يعلن تيار الحكمة الذهاب إلى خيار المعارضة وعدم تولي مناصب حكومية. سعيد، سنتوقف عند هذا الموضوع. ينضم إلينا مباشرة القيادي في تيار الحكمة السيد فادي الشمري. أهلا بكم سيد فادي. يعني خرج بيان باستقالة عبد الحسين عبطان ومن ثم تم نفي ذلك وتم الحديث أن هناك ضغوطات خلف هذه الاستقالة، فما حقيقة ما جرى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع السادة المشاهدين. يعني بتقديري السيد عبد الحسين عبطان وضح ونشر منشورا على صفحته على الفيسبوك وأكد بشكل واضح بأنه لم ينسحب بشكل رسمي من الحكمة، لكنه فضل أن يأخذ إجازة سياسية من العمل السياسي. وطبعا بالنتيجة الرجل لديه تقديراته في طبيعة الحراك السياسي وإنتاجه، وهو يقدر أنه هذه المرحلة يعني بالنتيجة مرحلة متلكئة في عموم يعني لا يوجد فيها إنتاج حقيقي، لا يمكن أن طبيعة التعقيدات الموجودة في النتاج الحكومي، طبيعة سوء الخدمات المقدمة إلى الناس، هذه كلها أشياء نشكلها ونسجلها. وبالنتيجة أي منصف اليوم من يرى طبيعة يعني الحراك الذي يجري في داخل المؤسسة الحكومية يرى أن يعني الاستمرار أو العمل في هذا الاتجاه قد يرتد. هو قدر هذا الموقف لنفسه وقد أعلن بشكل واضح وصريح على صفحته الشخصية على الفيسبوك. ولكن هناك سيد فادي من يقول أنكم بذهابكم إلى المعارضة خيبتم أمل السيد عبطان، هو كان يأمل بمنصب أمانة بغداد أو بأي وزارة؟ لا أبدا، يعني تقديراتنا أخينا العزيز السيد عبد الحسين عبطان هو أكبر من ذلك. لم ترتبط قضية استقالته من مجلس النواب بموقع، ولم ترتبط قضية إجازته السياسية أيضا بموقع. هو لديه نظرة في واجتهاد في طبيعة مجريات الحراك الحكومي والحراك السياسي، وبالتأكيد نحن نحترم خيارات أعضائنا وخيارات شخصياتنا الكريمة. أي محاولة لربط موقف السيد عبد الحسين عبطان في ذهابنا إلى المعارضة أو في عدم الحصول على أي موقع من المواقع بالتأكيد هذا غير صحيح، وكل يعني حركتنا وسلوكنا السياسي السيد عبد الحسين عبطان هو جزء من المكتب السياسي في المرحلة السابقة، وكل النقاشات التي كانت تجري بحضوره وبالنتيجة كل القرارات الاستراتيجية التي كانت تصدر من المكتب السياسي هو كان جزءا فاعلا في نقاشها وفي إنتاجها وفي بلورتها. نعم. طيب سيد فادي، يعني هناك مستجدات سياسية اليوم على الساحة، تغيرات وزارية مرتقبة كما سمعنا،
استجوابات أيضا تلوح في الأفق، كيف ينظر تيار الحكمة لي يعني ما هو جديد ومقبل؟ يعني تيار الحكمة دأب في يعني الأسابيع الأخيرة باتجاه تفكيك البرنامج الحكومي الذي قدمته الحكومة بشكل رسمي، وشكل مجموعة ملفات تخصصية ومهنية للنظر في طبيعة الأرقام التي قدمتها الحكومة في تقريرها الأخير. وأعتقد يعني في الأيام الـ 48 ساعة الأخيرة كان هناك مجموعة النتاجات التي ستصدر طبعا بشكل رسمي قريبا، سواء كان للمؤسسة النيابية أو للرأي العام أو أيضا سيسلم بشكل رسمي إلى الحكومة. وجدنا أن هناك اختلافا كبيرا في طبيعة المعطيات والأرقام التي أعطتها الحكومة وما بين الواقع الحقيقي، اختلاف في الأرقام، عدم دقة في الاستنتاجات. التقدير الحكومي يتحدث عن نسبة إنجاز تصل إلى 79%، بينما نفس حساباتنا على نفس منهجية التقرير الحكومي وجدنا بشكل حسابي بحت أن نسبة الإنجاز هي 38%. هذا إذا يعني إذا قلنا إذا سلمنا بطبيعة المنهجية التي كتبت على أثرها التقرير الحكومي، والذي طبعا بالتأكيد لدينا إشكاليات كبيرة عليه. إذا وفق أرقامنا والواقع الحقيقي الذي موجود اليوم في الوزارات، فبالتأكيد أن النسبة هي أقل بكثير من مما متداول، لا 38% ولا أقل بكثير، قد لا تتجاوز. هل يجوز هكذا تصريح سيد فادي إذا كانت أرقامنا غير أرقام الحكومة والعكس صحيح؟ يعني هناك معطيات للحكومة ربما، يعني ما هو تفسير أن تختلف معطيات تيار الحكمة عن معطيات الحكومة؟ يعني ربما الحكومة أيضا حسابات أخرى وتحدثت عن الإنجازات التي تحققت. هل تسمعني سيد فادي؟ هل تسمعني حاليا؟ على أي شيء استندتم حتى عرضتم الحكومة؟ أم أنكم تعارضون فقط من باب المعارضة؟ تعارضون من مبدأ المعارضة فقط أم هناك تصحيح؟ هناك حلول؟ ربما يكون أيضا للحكومة معطيات وحسابات أخرى تختلف عن حسابات الحكمة. هل تسمعني سيد فادي؟ مرة جديدة نسأل سيد فادي، هل تسمعني حاليا سيد فادي؟ هل تعارضون فقط من باب المعارضة أم أن هناك حلول ومقترحات ستقدم للحكومة لتعديل المنهاج؟ وهل يجوز القول بأن هناك حسابات لتيار الحكمة تختلف عن حسابات الحكومة؟ بالتأكيد أولا حساباتنا تختلف عن حسابات الحكومة، وبالتأكيد نحن لا نعارض من أجل المعارضة. نحن أسسنا إلى منهج ونريد أن نؤسس إلى فرز أيضا في طبيعة المناهج التي تحكم النظام السياسي والعملية السياسية. أن يكون الكل في الدولة والكل هو معارض لي، عفوا الكل في الحكومة والكل هو خارج الحكومة عبر معارضتها، وتضيع الأوراق على الناس ولا تستطيع الناس أن تميز من هو صاحب القرار الفعلي ومن هو خارج القرار الفعلي، هذه يجب أن تنتهي. أسسنا في السابق إلى الخروج من الكونتينات الطائفية أو المكوناتية إلى التحالفات الوطنية، والآن ذهبنا باتجاه إلى تأسيس منهج أن تكون هناك موالاة وأن تكون هناك معارضة. والمعارضة اليوم التي نتبناها مع ما سيصدر أيضا قريبا هي تبني وفق رؤية واستراتيجية بالمتى وبالكيف وبالأين وبإجراءات وبآليات وبسياقات وبرؤى واضحة طبعا قدمت والآن وستقدم أيضا في قادم الأيام. نحن مقبلين على استجوابات كبيرة في الفصل التشريعي القادم، نهيئ أوراقنا ونهيئ ملفاتنا ومشخصين إلى طبيعة الوزارات التي سنذهب باتجاه استجوابها. سنعمل على تقويم عمل الحكومة، لدينا ملاحظات كثيرة وكبيرة على طبيعة الأداء.
الأرقام التي قدمتها الحكومة في برنامجها الحكومي كانت أرقام صادمة. هي تتحدث عن نسب إنجاز تقترب من 90% وال 98% وال 95%، والواقع يتحدث عن شيء آخر. هي تساوي مثلا ما بين في طبيعة الأرقام في برنامج الحكومي ما بين إنشاء مصفى وما بين تشكيل لجنة، هذا تسميه 100% وهذا تسميه 100%. كل الأرقام التي استندت عليها أيضا الحكومة لطبيعة المشاريع هي مشاريع ليس في عهد هذه الحكومة، في عهد الحكومة السابقة أو الحكومات السابقة. ولذلك بتقديري الحكومة تشكر على أنها قدمت برنامج تقريرا عن عملها، ولكن هذا التقرير نقف عنده كثيرا وسنقف. وقدمتم أنتم في مقابله أرقام وإنجازات مختلفة سيد فهد، الأمور على الناس. تحدثتم عن إنجازات أرقام مختلفة في وزارة التربية، ملف تطوير الواقع الصحي أيضا لفتني في هذا، يعني قراءة تقريركم الذي تقيمون فيه الأداء الحكومي موضوع حصر السلاح بيد الدولة، هل ترون أن الحكومة أخفقت، يعني إخفاق تام في هذه النقطة؟ يعني بتقديري ليس رؤيتنا فقط في أن الحكومة لحد الآن هي أخفقت في هذا الملف، ورؤيتنا ورؤيتكم ورؤية كل مواطن الآن يرى طبيعة انتشار الميليشيات، طبيعة انتشار السلاح، استهل يعني محاولة يعني الانهيارات، لا أستطيع أن أسميها انهيارات، ولكن الانفلات الأمني الموجود في محافظات البصرة، في المحافظات الوسطى والجنوبية، فضلا عن المحافظات الشمالية، واستغلال لمسميات ولمؤسسات من شخصيات. لعل البيان الذي يعني أصدر قبل قليل من قبل أمن الحشد ويتحدث عن مافيات لتجارة المخدرات ومافيات لتجارة يعني الروليت والملاهي وإلى آخره، تحدث عنها البيان باسم مؤسسات رسمية اليوم في الدولة. هذا لا يحصل في دولة تحترم نفسها، هذا لا يحصل في دولة وفي حكومة تريد أن تؤسس إلى يعني سياقات صحيحة يحترم فيها القانون ويحترم فيها المؤسسات وتحترم فيها أجهزة هذه المؤسسات. لدينا الكثير من الملاحظات وسنقف كثيرا عند هذه الملاحظات، ونعتقد أن الحكومة في منهجها هذا هي تساعد الحكومة على المعارضة في منهجها هذا هي تساعد الحكومة على تقويم عملها، لا تبقى الأشياء هكذا مفتوحة على عوائنها. يجب أن نضع حد لطبيعة التسيب الترهل الموجود في مؤسسات الدولة وفي أجهزة الوزارات. وبتقديري نحن مقبلين على مرحلة محاسبة كبيرة، وسنكون واضحين وشفافين، وسنعلن طبيعة الأرقام وطبيعة الأشياء التي نسجلها للرأي العام، وأيضا سنسجلها في المؤسسة النيابية التي نمارس فيها دورنا المعارض بشكل رسمي وواضح، وأيضا سنسجلها من خلال حضورنا على المستوى الميداني والاجتماعي. أن تبقى الحكومة، وتقديري هذه نصيحة إلى الحكومة، يجب أن تنزل خصوصا مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، يجب أن تنزل إلى واقع الحال وتمارس دورها في طبيعة ما يحدث. لا يجب أن تكتفي بالتقارير التي تقدم لها فقط من الوزارات، وبالنتيجة هي تترجم هذه التقارير وتصدرها إلى الرأي العام، وكأن ليس هناك رقيب وليس هناك محاسب. عندما تتحدث الحكومة عن أرقام لمثلا فك الازدحامات المرورية بنسبة 100%، أنا أسأل نفسي وأسألكم وأسأل الناس، هل هذا حقيقي؟ طيب عندما تتحدث عن ملف الكهرباء مثلا، ومثلا تسجيل العدادات أو تشكيل العدادات الإلكترونية في البيوت، أنا أسأل نفسي وفي بيتي وفي بيوت المشاهدين، هل فعلا رأيتم أن وزارة الكهرباء جاءت وشكلت عدادات إلكترونية؟ هي تتحدث عن نسبة إنجاز 98%. في ملف الاتصالات يتحدث عن نسبة إنجاز 98% لمثلا الهاتف الأرضي،
وهذا حقيقة غير موجود، يتحدث عن نسب إنجاز في التقدم في موضوعة الرخصة الرابعة في ملف الاتصالات. وكلنا نعلم أنه ملف الرخصة الرابعة هو من 2010 متوقف، ولحد الآن المشاكل ما بينه وما بين هيئة الاتصالات وما بين الشركات وما بين الحكومة. هو يتحدث بينما يتحدث عن نسبة إنجاز 97%. إذن التقرير الحكومي حقيقة بتقديري صادم وفضيحة للحكومة، لأنه يتحدث عن أرقام ليس لها واقع، ليس لها وجود. وبالنتيجة أبسط مدقق طبعا الذي ذكرناه هي أمثلة بسيطة. إذا ندخل في طبيعة الأمثلة الكبيرة الأخرى بالتأكيد أيضا ستكون صادمة للنخب، ستكون صادمة للمتابعين، ستكون صادمة لمجلس النواب، وستكون صادمة للمواطنين أيضا. لذلك الحكومة مطالبة بتعديل مساراتها، الحكومة مطالبة بتقديم أرقام حقيقية، الحكومة مطالبة بتقديم إنجازات واقعية أيضا، لا أكتفي فقط بأرقام. ما الذي سيستفيده الناس من الأرقام؟ الناس تريد مشاريع حقيقية، وخاصة في طبيعة الأولويات. أولويات الحكومة يجب أن تذهب باتجاه الخدمات وأن تولي هذا الملف اهتماما خاصا. وهنا عندما نتحدث عن الخدمات لا نتحدث عن تشكيل لجان كما يذكر في التقرير، بينما يجب أن نتحدث عن مشاريع حقيقية واستراتيجية. ملف الكهرباء أيضا ملف خطير، والحكومة تتحدث عن مشاريع يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. شكرا لك، شكرا لك القيادي في تيار الحكمة سيد فادي الشمري، شكرا جزيلا لكم. مواطن ما له علاقة، يجب أن تتفق الحكومة، ويعني تصل إلى اتفاق واضح وتطلع أنا مستعد أنه أمضي بهذا الأمر مع الأخ رئيس الوزراء ومع أيضا حكومة الإقليم ونعلن للناس. الحلبوسي يدعو لإبعاد المواطن عن الخلاف النفطي بين حكومتي بغداد وأربيل، ويؤكد تشريع قانون النفط والغاز أولوية بالمرحلة المقبلة. حشد الشبك ومناصروه يقطعون الطريق بين الموصل وأربيل ويعتدون على الجيش بعد تفعيل الأمر الديواني الخاص بسحب اللواء 30 من سهل نينوى. صوت رزعة قنبلة شديدة، مش عربيتين خلطوا في بعض أبدا، هي أكيد العربية دي كان فيها حاجة متلغمة ده أكيد. 19 قتيلا و30 جريحا في حادث معهد الأورام. وداخلية المصرية تؤكد سيارة محملة بمتفجرات وراء انفجار القاهرة. أمنيا إلى ديالى، حيث استشهد وأصيب 3 من أفراد الشرطة العراقية خلال تبادل لإطلاق النار مع تجار مخدرات في محافظة البصرة لنكون أدق. مصادر أمنية قالت إن شرطيا استشهد وأصيب 2 آخران برصاص تجار المخدرات أثناء مداهمة لوكلهم في منطقة القبلة بعد تبادل لإطلاق النار مع المتهم الذي كان يحمل 500 غرام من مادة الكريستال. في شأن آخر، أوقفت محكمة التحقيق المركزية 13 ضابطا ومنتسبا للشرطة على خلفية هروب متهمين بقضايا المتاجرة بالمخدرات من سجن القناة شرقي بغداد. وذكر بيان للإعلام القضائي أن المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية وأوقفت 5 ضباط و8 منتسبين، لافتا إلى أن عدد الهاربين 14 متهما بينهم مدان صدر حكم بسجنه لمدة 10 سنوات وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. ونقل البيان عن المحكمة تأكيدها أن المتهمين الهاربين ألقي القبض على 6 منهم، بينما لا يزال 8 آخرون هاربين جرى تعميم أسمائهم للقبض عليهم.
هذه المرة إلى ديالى، حيث استشهد وأصيب 3 جنود عراقيين بتفجير استهدف عجلة عسكرية جنوبية المحافظة. وقالت مصادر أمنية أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة عسكرية جنوبية المحافظة، ما أدى لاستشهاد جندي وإصابة 2 بجروح. أطلقت قيادة العمليات المشتركة المرحلة 3 من عملية عسكرية واسعة في محافظة ديالى لملاحقة خلايا داعش ومسلحي التنظيم المتخفين في بعض المناطق الصحراوية. وشاركت في العملية العسكرية قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وبإسناد من سلاح الجو العراقي، بهدف تطهير قرى شمال منطقتي جلولة والمقددية التابعتين لديالى والمناطق القريبة من جنوب الموصل وجبال عطشانة وبدوش لإنهاء تهديد داعش والقضاء على من تبقى من فلوله. هذا واجتمع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في مقر قيادة العمليات المشتركة في ديالى مع وزيري الداخلية والدفاع ورئيس أركان الجيش ومسؤولين في هيئة الحشد الذين أطلعوه على الخطط المعدة لملاحقة ما تبقى من داعش بعد أن تصاعدت في الأونة الأخيرة هجمات التنظيم على مواقع عسكرية وأمنية لا سيما في كركوك وصلاح الدين وديالى. على مجلس الوزراء لو على النقل، أبو النقل يقول على الوزراء، الوزراء ما نعرف شيء من عنده. لن تحلق طائرة بمطار البصرة الدولي إذا استمر ظلم منتسبيه. احتجاج واعتصام وغضب ينذر بإعلان العصيان. تباينت ردود الفعل في بغداد حول قرار مديرية المرور العامة بمنع مركبات الخصوصي من العمل بالأجرة وتغريمها مبالغ كبيرة تبدأ من 30,000 دينار وتنتهي بحجز العجلة لمدة 10 أيام. وتضم العاصمة قرابة 500,000 مركبة أجرة في مهنة يعدها كثيرون بأنها مهنة من لا عمل له، ما يعني ترك أعداد إضافية بلا فرصة عمل. سيف عبد الوهاب يتابع. في محاولة لمنع التضييق والتنافس بين سائقي مركبات الأجرة والخصوصي ولتخفيف الزخم الحاصل في شوارع العاصمة والمحافظات كافة، أصدرت مديرية المرور العام قرارا يقضي بمحاسبة من يستغلون عجلات تحمل أرقاما خصوصية في العمل بها كسيارة أجرة. قرار سيعرض المخالفين لإجراءات قانونية تبدأ بغرامات مالية مقدارها 30,000 دينار وتنتهي بحجز مركبة المخالف بمدة لا تزيد عن 10 أيام. حقيقة هناك إجراءات تفرض على مركبات الأجرة، منها تأشير في هيئة النقل الخاص، منها بعض الرسوم اللي تفرض عليهم والضرائب. أي مركبة توضع هذه العلامة تحاسب، أو أي مركبة تعمل يعني توقف أمام المرور ويتعامل مع عائلة أكيد سيحاسب ويغرم مبلغ 30,000 دينار أو حجز 10 أيام. وبين رفض وتأييد تباينت ردود أفعال سائقي مركبات الأجرة والخاصة حول هذا القرار الذي اعتبره البعض خطوة مهمة لإنصاف شريحة كبرى من الكسبة الذين لا يجدون مصدر رزق سوى هذه المهنة التي أصبحت لمن لا مهنة له. لأن أغلبيتنا نشغلنا بس على هذا، على التاكسي، والأغلبية أهل الخصوصية أغلبيتهم هم موظفين قاعد يطلعون ورا الدوام يشتغلون وقاعد تاثر علينا. بخصوص شويه مضايقين بالشارع. نحن مع اكيد مع هذا القرار. لا تتصور واحد عنده شغله ثانيه وعنده راتب انه يتوجه لهذا العمل. هو عمل شرف انه، بس احنا يعني ما عندنا خلاص ماكو لا وظيفه لا تعيينات، شغل ماكو، فبس هذه الشغله امامنا. وبحسب ارقام رسميه تقدر اعداد سيارات الاجره في بغداد وحدها قرابة 400,000 سيارة، رقم يبين حجم الإقبال على مهنة أصبحت للعاطلين عن العمل.
وتعمل قرابة 2000 سيارة على تطبيقات إلكترونية في العاصمة، أغلبها مركبات تحمل لوحات خصوصية يراها مراقبون أنها بحاجة إلى قرارات مرورية أسوة بأقرانها. من بغداد سيف عبد الوهاب، الشرقية نيوز. في قضية أخرى، هدد موظفو مطار البصرة الدولي بإعلان العصيان المدني وشل حركة المطار في حال عدم تحقيق الوعود بصرف المخصصات الوظيفية وتوزيع قطع الأراضي. وشارك الموظفون في تظاهرة أمام موقع المطار مؤكدين أن مثل هذه الوقفات ستتصاعد وتيرتها إذا استمر التسويف. أيمن الشيخ تابع هذا الموضوع. لم يجد موظفو مطار البصرة الدولي غير تنظيم التظاهرات للمطالبة بحقوقهم، في مقدمتها إعادة قطع الأراضي السكنية التي خصصت لهم، فوزارة النقل سحبت منهم الأراضي ومنحتها لتشكيلات أخرى في الوزارة. وصلنا مرحلة فرز استلام، وحاليا تفاجأنا أنه تحولت إلى أحد تشكيلات وزارة النقل. صدر سند طابو باسم وزارة النقل مطار البصرة الدولي، وبعدين تفاجأنا بإعطائها إلى أحد تشكيلات وزارة النقل. فهذا القرار إجا سلبي علينا، أخذوا قطع الأراضي من عندنا، إحنا اللي محصليها ويعني حتى فارزيها، قطع فارزيها، مخططيها وفارزيها، وحضرتك تقدر تصورها. ويطالب المتظاهرون بتحديد تبعية موظفي المطار التي ضاعت ما بين وزارة النقل والأمانة العامة لمجلس الوزراء. هسه ضايعين بين مجلس الوزراء وبين النقل والمواصلات. هسه ما جاي نعرف احنا على مجلس الوزراء لو على النقل، ابو النقل يقول على الوزراء، الوزراء ما نعرف شيء من عنده. وهدد موظفو المطار بتنظيم عصيان مدني في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، لافتين في ذات الوقت إلى تحسين الخدمات المقدمة في مطار البصرة الدولي الذي يعاني من مشاكل مختلفة. من البصرة، أيمن الشيخ، الشرقية نيوز. وبهذا نأتي إلى ختام حصاد الليلة، أنا وزميلتي شيرين نشكركم. إلى اللقاء.